كل سنة حضرتك طيب سيادة المستشار، والعمر مديد لحضرتك، وربنا يمتعك بالصحة والعافية، وتفضل سند وسيف ودرع نادي الزمالك. ربنا يحفظك لأسرتك ولأحفادك ويمتعك بالصحة والعافية، وتفضل دائما منور في ناديك وفي نادي الزمالك. أحمد، يعني بمناسبة النهاردة يعني سنة جديدة وإن شاء الله سنة سعيدة على المستشار مرتضى منصور، يعني سريعا كده، مرتضى منصور الأب في حياة أحمد مرتضى منصور. مرتضى منصور الأب. نعم. طيب، حنين، جدع، ظهر بيخاف عليك، يعني مش هعرف اديله حقه، بس هو تعبني بنادي الزمالك بصراحة، يعني فعلا تعبني انا وامير بنادي الزمالك، لان الواحد مش مستفيد ولا هو بيستفيد، لكن حاجة هو بيحبها. انت بتحس ان ابوك ده بيته، فاهمني؟ فانت بتخدمه بكل جوارحك. يعني ايه؟ يعني بص، انا جالي عندي 12 جلطه، سلام بعدين عليكم. جالي الغده، حتى الناس هتلاحظ ان عيني باين عليها شويه يعني، وبعدين يمكن هو ما يعرفش، وهو محبوس جالي السكر، ف جالي السكر من المرحله الثانيه يعني، ومظبط شهر اكتر، ساعه اثناء الشهر السجن وخبينا عليه فعلا. فخلاص يعني الواحد تعب بصراحة. يعني هو انا اخري معاكو النادي اكتوبر، ولو هناخد بطولة افريقيا مش هقدر اكمل بعد لا كده. ان شاء الله مكملين، القرار ما بقاش قرار. عندي عيال. ف لا 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 يعني مرتضى منصور الاب مش هقدر اوفي له حقه. مرتضى منصور بالنسبة لي مش اب بس، مرتضى منصور حاجة لن تتكرر في تاريخ مصر. لا مش مرتضى منصور هيتكرر. سواء دمه خفيف او جدعنته او نظافته. نعم. تعبت حتى يعني تسافر على حسابك، حاضر. وبعدين انا بقى بسافر على حسابي، عايز اقعد في اوتيل نظيف. تعبت، المدرب روح جيبه، بنسافر 3 4 دول عشان نجيب مدرب. في الاخر انت مش مستفيد حاجة خلاص، بس انت بتعمل عشان مكان بتحبه، وفرحة الناس دي لا تقدر بوصف. يعني ما انا كنت صائد في 2018 بتاعت انتخابات النائب دي، ورحت مسكت تنظيم مباراة الكونفدرالية، يعني ما زعلتش. المنصب مش هو كل حاجة، في حاجات تانية بتشوفها بتديك، يعني ان الناس تشوف فرحة واحد مبسوط ان هو كسب ماتش او بطولة او عملت حاجة كويسة في نادي، دي بالدنيا كلها. وحب الناس. حب الناس. نعم. يعني في حاجات كتيره الواحد بياخدها من نادي الزمالك. نعم. مرتضى منصور تعب في نادي الزمالك، لكن هو سعيد. يا رب يكمل اللي بدأه. نعم. وخد بالك، مسؤوليه كبيره عليا كجيل تاني ان احنا نشوف في يوم من الايام بديل لمرتضى منصور. خد بالك صعب. نعم. يعني الراجل خلص كل حاجه، بيقول لك واخد تقريبا اكتر من 50% من بطولات نادي الزمالك، اكتر من 50% بدايه من عضو مجلس اداره، هو بادئ يعني 92 تقريبا، كان ادي زي ما انا دخلت يعني حاجه و30 سنه ف او 40 سنه، فخد عدد مهول من البطولات يعني، فاهمني؟ فخلينا نشوف، خلينا نقعد ونشوف، لو عايزين يعني في يوم من الايام نجيب رئيس نادي، هنشوف مين هيقدر يعمل اللي مرتضى منصور بيعمله. بس انا مش سهل. صعب. اقول لك حاجه، الشهر اللي هو قعده في البتاع ده في السجن يعني. نعم. احنا كنا قاعدين، انت جيت حضرت، قعدنا كنا بنقعد بال5 اجتماعات مجلس اداره عشان نطلع بيان. مش عارفين نعمل خلاص. مره في 2014 كان في، هو راح يعني كان عنده اجتماع في حته، وقال لنا اعملوا اجتماع مجلس اداره اداره المستشار احمد جلال. نعم. قعدنا 5 ساعات نناقش الجدول الاعمال، وفي الاخر ما خرجنا ما خلصناش الاجتماع. فمرتضى منصور صعب انه يتكرر في تاريخ مصر مش في تاريخ نادي الزمالك. هروح لمرتضى منصور رئيس النادي وبدايه عهده مع نادي الزمالك في 92، واعمل لي مقارنه ما قبل 92 وما بعد 92. بمعنى تاني، ما قبل مرتضى وما بعد مرتضى، عشان بس النغمه اللي طالعه، عشان موسم بعد ما انت مكسر الدنيا الفتره اللي فاتت وعامل سنوات كلها انجازات وبطولات. ده على كده بقى كابتن الخطيب ومجلس الاهلي ابطال، ما هم قعدوا سنتين ما ياخدوش حاجه بالظبط، ومحدش قال لهم انا حاجه. قلته امبارح ده. بالظبط. ما هو ده الفرق يا احمد، هو ده الاختلاف. ويمكن انت
لخصت كل السيناريوهات في التصنيفات اللي انت قلتها بالزبط. وهي دي بالظبط اللي مش هنتطرق ليها. عايزين نتكلم على الجمهور لان جمهور الزمالك عظيم جدا جدا. جمهور الزمالك هو بيتكلم على المتربصين اللي هم بيحاولوا يصدروا مشاكل، لكن جماهير الزمالك انت لسه اول حاجه. خلينا برضو عشان برضو نذكر الناس، سيبك من القبيضه، نعم. هو انت عارف ان هم بيقبضوا بالظبط خلاص، واللي بيقبضهم على فكره واحد علاقتي بيه جيده يعني. صاحبك مش صاحبي بس يعني انا العلاقه الانسانيه مختلفه عن اكيد انت علاقتك مع الناس كلها بصراحه دي انت تحصد عليها، لان هم كمان لما بنتكلم حتى معاهم او بتجمعنا بيهم اي صدفه في اي مناسبات عزاء او افراح، يقول لك هو احمد مرتضى سلامة يعني حمامة السلام اللي بيننا، وعلى طول هو اللي بيقعد يتكلم على المبادرات. يمكن في عزاء الراحل والد الكابتن حماده انور احنا كنا داخلين كلنا وراك ساعه الانتخابات، كانت الجبهه المعارضه كلها قاعده في ناحيه، احنا كلنا دخلنا كده عشان نتفاداهم وانت الوحيد اللي رحت لهم. يعني دي كانت برضه هو ده علاقه احمد مرتضى. خد بالك ده اللي المفروض يحصل. صح. يعني المفروض ده اللي يحصل. وانت قلت ده معايا في قناه الحدث قبل الانتخابات. صح؟ يعني دايما بقوله ده المفروض اللي يحصل. تعالى شوف النادي منافس. تخلص الانتخابات. خلاص. حد بيقطع في اللي موجود؟ لا خلاص الموضوع خلص. خلاص. نعم. هو اللي هو اللي المشكله سيبنا الجمهور يقول اللي هو عايزه. نعم. خلاص؟ لان الجمهور ده ملوش مصلحه. نعم. المنتفعين بيقولوا طبقا لتوجيهات. صح. التوجيهات دي جايه منين؟ من المعارضه. خلاص؟ فالمفروض المعارضه دول اما تخلص الانتخابات خلاص صفحه واتقفلت. نعم. او لو انت مش عايز صفحه اتقفلت تعالى اشتغل، وانا بقول لك اهو كابتن هشام مصر. خلاص؟ أنا عرضت عليه يكون المسؤول عن مشروع أكتوبر. مشروع أكتوبر؟ مشروع أكتوبر كله. بدالك. بدالي، هو دي فيها عيب؟ لا مش عيب، دي هو راجل مهندس. طبعًا. خلاص؟ فعنده خبرة في ده، رفض. خلاص؟ عرضت عليه يجي يمسك مش مشرف عشان دي صغيرة عليك، أنا ناقصني حد كرة يد. يجي يمسك يبقى مسؤول عن الهاند بول في نادي الزمالك، رفض. طب انتوا بتكلمونا في ايه؟ خلاص؟ نعم. بتكلمونا في ايه؟ النهارده يعني خلينا بس نقول للناس المقارنات بس عشان نعم. دي مهم الناس عشان تبقى عارفه. مرتضى منصور دخل النادي 92. نعم. عضو مجلس اداره. قبل 92 كان عضو فقط. 92 دخل عضو. تمام؟ نعم. فضل عضو مجلس اداره لحد هذا اليوم، يعني لحد اليوم اللي احنا فيه. تدرج بقى في المناصب لحد رئيس ما عدا نعم سنة 97 لما اتحل المجلس في ماتش مباراة قادر عبد العظيم. نعم. 97 مظبوط؟ 97 ومن 2005 تقريبا منتصف 2005 96 رجع في 2014. نعم. بس يعني هتشيل 97 تقريبا المجلس فضل مجلس معين تقريبا 6 شهور مجلس الدكتور كمال درويش، وهو رجع تاني بالانتخاب عضو مجلس إدارة. ومن 2000 واخر 2005 لحد 2014 ما كانش عضو مجلس اداره. شيل الفترتين دول من تاريخه. خلاص؟